بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقرة الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة فقرة مهمة جدا، لأنها جاية في توقيت لمتابعة الأحداث الجارية في الساحة الرياضية المصرية، وتحديدا ما يجري في الدوري العام المصري خلال الفترات الأخيرة ما بين إصرار النادي الأهلي وتأكيده على احترام اللوائح وعدم تكرار العشوائية التي حدثت في الموسم الماضي من تأجيل مباريات وعدم تحديد مواعيد لمباريات دون أي أسباب مقنعة أو دون أي أمور واضحة بالنسبة للرأي العام. حلقة النهاردة أو الفقرة النهاردة في ختام هذه الحلقة بالتأكيد بيشرفني فيها نجم كبير، ضيف كبير، بتشرف أن أنا موجود معاه، لأن أنا من أشد المعجبين به من أيام ما كان بيلعب في فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر، كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف منور الدنيا. الله يخليك، ميرسي يا محمد ربيع، انا كمان من المعجبين بك جدا يعني. الله يخليك كابتن والله. شريف تسلم، ده من ذوقك وشرف ليا بالتاكيد. حاجه شرف والله، وشكل واداء وكل حاجه الحقيقه تواكب المكان اللي انت موجود فيه والله. الحمد لله. الله يخليك. طيب حلقه النهارده والفقره، يمكن خلال الايام القليله الماضيه الناس كانت بتتكلم في امور وبتسال فين اللوائح، طب مين اللي ليه الحق، طب لو الامن اجل او الامن رفض استضافه مباراه الاتحاد موقفه ايه، طب النادي مسؤوليته ايه. كل هذه الامور هنناقشها مع الكابتن شريف عبد المنعم، وهنعرض جزء من بنود لائحه المسابقات لاول مره منذ ان انطلقت المسابقه حتى هذه اللحظه. الكل بيسال عن اللوائح ومحدش عارف اللائحه بتقول ايه والوضع ايه، لكن هنعرض اللوائح وهنشوف بالظبط الوضع القانوني في الملف اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي شكله ازاي. كابتن شريف، اولا بيان النادي الاهلي كان واضح جدا وكان عايز يحط إطار عام من البداية ومش عايز يقرر اللي حصل الموسم الماضي، وإحنا هنعرض دلوقتي اللوائح وهنتكلم في اللي حصل بالظبط في لائحة المسابقات الجديدة بالنسبة لموسم 2019-2020. بداية تعليقك على الأحداث والمواقف اللي اتخذت خلال الساعات القليلة الماضية. هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو ما فيش في بيان النادي الأهلي أكثر من مبدأ تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص للجميع يعني. لا الأهلي طرف ولا الزمالك طرف ولا أي حد، إنما لما بيحصل حاجة على الساحة الرياضية هتضر بالمسابقه كلها وهتضر بالانديه كلها، مش مصلحه نادي او اثنين او ثلاثه، لا، وعلى وضع معين يعني. انا بعتقد ان بيبقى في قله خبره، قله تفكير في احداث معينه بتحصل على الساحه يعني. مباراه نادي الزمالك مع ريجون الغاني السنغالي حصل ان هي خلاص حددت يوم 24، طب خلاص ما فيش ماتش يوم 19 بين الاهلي والزمالك، ده من بدري الاسبوع ده مش موجود اصلا، في تاجيل لان عندنا ظروف طرقت على الساحه، خدت بالك. شكل المنتخب وشكل الاجندات الدوليه وكلام تسمح حتى للمديرين الفنيين ان هم في احتياج جامد جدا. يعني شوقي وحسام بدري في احتياج لكل خمس دقائق يعني، ان هم يعدوا العده للشكل اللي جاي بعد كده، واحد هيلعب على اولمبيات وعلى ارضه البطوله، ومحتاج يشوف رؤية أكتر، محتاج لعيبة عنده يعني ما يتبقاش مصابة، ولعيبة مهمة جدا، وده طبيعي في كل العالم يعني بيحصل يعني. وحسام البدري نفس الموضوع، يقدر ياخد تجربة تانية غير سيراليون اللي هو لعبهم، يقدر ياخده غير بتسوانا سوري، أي حد يقدر يتمتع في كل القرارات الحكيمة إن هم يستغلوا صالح البلد، لو بيتكلموا على البلد بقى يعني. فالكلام على البلد إن أنت تدي كل الفرص المتاحة ليك إنك تأجل أسبوع كامل شامل في الدوري العام يعني، مش هيجرى حاجة. إنما هي أنت تروح ناقل الموضوع كله ومدخل الأندية في بعض ومدخل كل واحد برأيه، كل واحد يقول النهاردة لا أنا مش هلعب، بكرة يحصل توجيهات ولا لازم نلعب ولازم، وبعدين تاخدها عن طريق البلد ومش البلد، وبعدين تقول تدخل الأمن في الحكاية، وبعدين دلوقتي ترجع تقول أصل الأمن، اللي عايز قاعد كده يتكلم معرفش يتكلم مع الامن، لا طب والاب الشرعي في البتاعي اللي بيتكلم عني انا يعني، او المسؤول عني اللي هو في فتره معينه ما سنه على ما اعتقد هو اللي هيبقى مسؤول عنها كل حاجه، الوعود اللي هم اول ما جت اللجنه اللي هي موجوده يعني، شيء مش عارف هو من الخبره ولا هم اتزنقوا ولا هو في حاجه مش واضحه ودتنا لكل اللي احنا فيه ده دلوقتي. ودتنا لحكايه ان كل واحد بيمسك في تكافؤ الفرص بتاعته، وانت كمان قدامك جماهير وقدامك ناس عايز تعرف. انا واحد من الناس، انا وانت وجميع الزملكاويه مش هقولها، كنا عايزين نتفرج على ماتش الاهلي والزمالك طبعا يعني، ده حدث بيلم الدنيا كلها، بيلم الوطن العربي، بيلم افريقيا، بيلم كل الناس، يعني يهمهم يتفرجوا على القمه. لما يحصل تاجيل في برشلونه وريال مدريد ده تاجيل قهري، ساعتها مش هنتكلم يعني، وبيفكروا في حلول يعني
قبل ما يعلنوا قرار التأجيل تمام، وبيقعدوا مع بعض ما يناسب بقية التكافؤ الفرص اللي بنتكلم عنه، بقية الفرق كلها وبقية الدنيا كلها والمكان اللي هتلاقي فيه المباريات ايه. يعني في حاجات سهولة كانت ممكن تحصل، غير ان انا الحكاية تجيلي ايه هو كده يعني. بس هو نبعد عن كل احنا نقدر نبعد عن كل ده يعني خالص. ليه الشكل ده حصل او ليه؟ انا جدا مش عارف والله. يعني حاجات بسيطة جدا، انا بحط نفسي دايما مكان المسؤول. طب انت لو انا المسؤول هتصرف ازاي؟ هتصرف كده، هقول بدل ما يحصل مشاكل في المنطقة دي انا هأجل الاسبوع ده كله. هو كان عنده طريق من اتنين، يا يعني يأجل الاسبوع كله زي حضرتك ذكرت، ان الاسبوع كله عشان تكافؤ الفرص، لان كمان في انديه نادي زي نادي الجونه مش متضامن مع الاهلي. هو نادي الجونه فكرته ان لما الاهلي لعب الزمالك ويروح يلعب الجونه في الجونه، هو الجونه شايف ان الاهلي لما يجي له بعد ما يواجه الزمالك اكيد هيكون في امور حصلت في المباراه مكسب ليه هو لما الاهلي يجي له، سواء في انذارات لا قدر الله حد اصيب او ايا كانت الطريقه او الظروف، مساحه الوقت الراحه اللي ممكن ياخدها الاهلي لو ما لعبش الزمالك وبعد كده لما يروح يلعب الجونه. فالجونه وجهه نظره في تكافؤ الفرص كانت من الناحيه ديت، مش فكره ان هو متضامن، لا هو فكره هو شايف مصلحته ان الاهلي كان يلعب مع الزمالك. طبعا طبعا كل واحد بيبقى ولا دي تكافؤ الفرص اللي احنا بنتكلم عنها. يعني الحكايه انك انت بتجبر الناس ان هي تعمل حاجه هم مش لا انت محتاجها ولا انا محتاجها ولا صاحب الشان مش عارف اعملها ليه. يعني انت بتعملها ليه؟ يعني انا مش يعني نهينا عن الموضوع ده، هم اللي هيحضروا العفريت وهم اللي هيحلوا القصه نفسها، ولازم حاجه ترضي جميع الانديه وترضي جميع الامور اللي تبقى للائحه تبقى للوائح وتبقى للشرعيه. يعني طبعا. انا مش عارف يعني النهارده انت بتكلمني بتكلمنيش بثلاث اربع اساليب يعني، ولازم يبقى في متحدث رسمي يكلم. يعني انا النهارده نادي الزمالك هو اللي هينظم مباراه، النادي الاهلي هو اللي هينظم مباراه، لازم تروح تكلم النادي الاهلي تقول له المباراه يمكن تتاجل فاصبر كده شويه عشان ايه هيحصل في الافق في شيء. يعني قريت اللائحه يا كابتن شريف؟ ما بتاعه المسابقات السنه الجديده؟ لا كل اللي قلته عندي الثقه في كل اللي حضرتك قلته على فكره موجود في اللائحه. سواء انا المسؤول يعني ولا الاتحاد مسؤول ولا مين اللي مسؤول. طب انا هفاجئك بحاجه مهمه جدا. اول حاجه عشان نبدا ندخل في الموضوع قبل كمان ما نتطرق لفكره مساله الريال وبرشلونه، لان هناك في امور مشابهه كتير جدا للي حصل في الدوري المصري وفي مباراه الاهلي والزمالك في الفتره الاخيره. يوم 15 سبتمبر الاتحاد المصري لكره القدم عبر صفحته الرسميه اعلن في بيان رسمي ان اعلان جدول الدوري للدور الاول للدوري الممتاز هيكون بعد 48 ساعه من اجراء القرعه. وكان في تصريح مهم جدا قدامنا هو على الشاشه كابتن شريف وكل المشاهدين، تصريح للاستاذ حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد اعلن فيه خلال حفل القرعه ان الجدول متضمنا مواعيد المباريات واماكن اقامتها سوف يعلن في غضون 48 ساعه، وهو الوقت الذي قدره، ركزوا في المعاني يا جماعه، الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لكره القدم لورود الموافقات الامنيه للملاعب المختاره. ونقف هنا، يعني لورود الموافقات الامنيه لمين؟ للاتحاد. والاتحاد اللي قدر ان 48 ساعه هيجي له الموافقات الامنيه، يبقى مين اللي بيخاطب الامن؟ اتحاد. طيب، حيث تم ارسال الجدول الى الجهات المعنيه لوضع آلية أو ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأي تعديلات مستقبلا. يعني الاتحاد هو اللي قال إن أنا أرسلت الجداول للجهات مين؟ الجهات المعنية عشان لو في أي ملاحظات تضعها في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأي تعديلات مستقبلا. يبقى بالتالي اللي بيخاطب واللي بيتعامل مع الأمن مين؟ الاتحاد. يبقى ما يجيش بعد كده يقول لي إيه؟ روح أنت خاطب. طيب دي أول في حاجة ثانية عايز أسألك. إيه هو الخطاب اللي راح للأمن على أساسه الأمن ألغى المباراة؟ لم ينصف. ايه المعطيات اللي كانت موجوده جوه الجوال؟ لو بنقارن باللي حصل السنه اللي فاتت في الكاس، جواب النقل او تاجيل مباريات الكاس الاسباب 12. يعني 12. 12 المره دي مفيش حاجه 12. ما خلاص احنا خلينا نبعد عن الامن. يعني الامن لا مش بتكلم على الامن، بتكلم على الاتحاد. لا مش قصدي، يعني خلينا نبعد عن الامن، خلينا نبعد عن الاهلي، خلينا نبعد عن بقيه الانديه. تمام. الحكايه دربكه حصلت هم ما عرفوش يتوازنوا معاها او ما عرفوش ياخدوا لها حلول. لا بص، لا عارفين يقولوا للفرق الافريقيه ان لا هنا في امن وهنلعب، ده حتى الزمالك اهو هيلعب وبقيه الانديه لعبت يوم الخميس كلها وهنلعب يوم السبت وفي امن وفي كل حاجه. هم ما عرفوش يزوقوا الحكايه يعني، وجم على مباراه مهمه حسبوها حسبه كبيره قبل مباراة للنادي الزمالك الافريقيه، او حسبوها للنادي الاهلي حسبه كبيره كويس قبل
فما كانوش عايزين يصطدموا بهذه المباراة في هذا التوقيت. في هذا التوقيت ما عرفوش بقى يكلموا النادي الأهلي ويكلموا يعني النادي الأهلي يعرف من الجرايد ويعرف من السوشيال ميديا المباراة اتأجلت. لا ده ما حدش بعت للنادي الأهلي أصلا اللايحة. انت ما حدش بعت لك اللايحة بتجبر الاتحاد انه يخاطب النادي صاحب الملعب. لا هو اصلا انت ما حدش خاطبك. ما هو ما حدش خاطبك كمان يعني دي اللجنة المعينة او اللجنة اللي موجودة فيها اسماء كتير كلهم شخصيات يعني بنحترمها كلها. مش الكلمة انا مش بحترمهم بس يعني ما اعتقدش ان ليهم وضع غير النجاح. انت دلوقتي العين عليك جامدة جدا انك انت لازم تنجح دوليا وتنجح محليا ومحليا هو اللي بيأهلك للدوليا يعني. ف كان الله في عونهم يعني التصرف اللي هم تصرفوه ده كان لازم يتصرفوه في وقت قصير او ما فكروش فيه قبل كده او ما بيستعينوش بلجان ذو خبرة او في ناس بقى يعني موديهم في سكة ان هم ينجحوا او ما ينجحوش او ما تفهمش القصة او بياخدوا القرار من غير ما يقروا اللائحة اللي هم عاملينها. ما في حاجات كتير او في عدم توازن في كل القرارات اللي طلعت او في كل حاجة الاحداث اللي حصلت دي خلونا في اللي احنا فيه دلوقتي ده احرجوا الدنيا كلها. طب نعرض لائحه المسابقات. يا اتفضل. احنا طبعا من اول الدوري يا جماعه في لائحه المسابقات في لائحه الانضباط وكل الزملاء في النقد الرياضي لدرجه حتى الكل دلوقتي بقى بيعرض مكافئات ماليه. حتى الزميل طارق رمضان كان عرض مكافاه ماليه اللي يقدر يجيب لائحه المسابقات او حتى الانضباط. لائحه المسابقات اهي ده بتاريخ 19/9/2019 ارسلت للانديه من خلال المدير التنفيذي الكابتن وليد العطار. شروط ونظام بطوله الدوري العام لموسم الرياضي 2019/2020. اولا البند رقم 4 الاتحاد المصري بيقول هنا ايه في شروط المسابقه. سنوافيكم للانديه بالمسموح لهم بالدخول من الجماهير واعضاء مجلس الاداره والادارات التنفيذيه والمنظمين فور وصول التعليمات من الجهات الامنيه. اذا الاتحاد اللي هيقول للانديه بالنسبه للدخول او بالنسبه للتامين الخاص من المباراه انا هقول لك اللي هيجي لي من الجهات الامنيه عشان اقول لك الوضع بالنسبه للمباراه ايه. على سبيل المثال 25 من هنا و25 من هنا. يبقى اذا اللي بيتخاطب مع الجهه الامنيه او الجهات الامنيه في الامور دي الاب الشرعي. الاب الشرعي اللي هو مين؟ اتحاد الكوره. الاتحاد ده واحد. طيب في نفس اللائحه برضو البند رقم 8 في الصفحه الثانيه في فقره بتقول في حاله تعذر اقامه مباراه على الملعب الخاص بالنادي لاي سبب من الاسباب يجب على النادي تحديد الملعب البديل على وجه السرعة وأخذ موافقة صاحب الملعب وجهات الأمن المختصة وموافاة الاتحاد بذلك خلال المدة التي تحددها لجنة المسابقات. طيب أنا كنادي أهلي حصل تعذر في إقامة المباراة على استاد القاهرة طبقا للجدول المعلن، هل الاتحاد خاطبني وقال لي حدد ملعب بديل على وجه السرعة وحدد لي فارق زمني عشان أقدر أحدد الملعب البديل؟ ما حصلش. هل اتحاد الكره بعت للاهلي قال له حدد لي ملعب بديل مكان استاد القاهره عشان تستضيف مباراه القمه؟ ما حصلش. انا ما يعني هقول لك على حاجه، انا بيبقى عندي تمرين في النادي الاهلي وهفتح له الجمهور لازم ابلغ الامن كويس؟ تمام. فاحنا ما احنا ما بن احنا فاهمين دورنا كويس قوي وكل الانديه فاهمه دورها كويس قوي. ما الاهلي معاه اللائحه وعارف علاقه الامن بالانديه كلها ممتازه. ده تليفون يعني بيبقى علاقه مش خطابات حتى، دي بتبقى علاقات بالتليفونات والدنيا يا فندم هنعمل كذا 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 اتفضلوا وبالاجل يروح يقول له ابعت لي بس حاجه عشان انا ابلغ بيها الدنيا والدنيا بتمشي حاليا حتى في الوقت اللي احنا فيه ده بكل السهوله وكل يعني كل حاجه من غير ما حد بيحس. ده مسؤوليه امن ومسؤوليه نادي ومسؤوليه كل واحد بيعمل دوره. وطبعا النادي الاهلي مش هقول لك يعني قاري اللائحه وعارف ما ينفعش ما يعملش دوره على اجمل وجه يعني. ده بالعكس ده اللائحه يا كابتن شريف كمان تحس ان الادوار فيها متلخبطه. كل ورقه وكل بند في اللائحه بتقول عكس البند اللي بعديه. انا قلت لك على حاجه واحده. فين الخطاب اللي راح للاتحاد للامن من الاتحاد المفروض يبلغوا ان المباراه هتقام مثلا في برج العرب وهل في 5000 مشجع و5000 مشجع؟ هل في 25 و25 بدون جماهير؟ وهل وهل فين المعطيات دي اللي هي كانت موجوده دي هتخلي الناس كلها تمتثل؟ ما حصلش. الدليل حتى ان هو ما خاطبش الاهلي وقال له صعب اقامه المباراه على استاد القاهره شوف ملعب بديل طبقا للائحه اللي بتقول كده. ده ما خاطبش الاهلي اصلا وقال له الكلام ده. طب بالعكس يا كابتن شريف اخر ورقه في متعلقه بموضوع اللائحه وهم بيعرضوا جدول المباريات وبيبعتوا للانديه كابتن شريف اخر اسبوع الاسبوع 17 في الدور الاول اللي هو اخر مباراه ليه يوم 24 يناير 2020 في اخر فقره في نهايه الجدول مكتوب
طبعا الخطاب من اتحاد الكوره، يمكن يعني مصادرنا في الاتحاد الحمد لله يعني الناس هناك حابه تاكد لنا لا ان في لائحه وفي امور واضحه، فهي الورق موجود، ختم الاتحاد، توقيع رئيس لجنه المسابقات الاستاذ حسام السنادي، مكتوب في اخر ورق ايه او في اخر بند ايه؟ قد يتم تغيير بعض ملاعب المباريات بناء على طلب الجهات الامنيه دون الرجوع الى النادي. طب قول لي بقى يا كابتن شريف مندبي، بيقول لك في حاله تعذر اقامه اي مباراه على الملعب الخاص بالنادي لاي سبب من الاسباب ضروره ان انت تخاطبني وتقول لي ملعب بديل، تمام؟ وهنا بتقول لي لو تم تغيير بعض الملاعب بناء على طلب الجهات الامنيه دون الرجوع للنادي، يعني انت هترجع لي ولا مش هترجع لي؟ انت هتاخد القرار من نفسك ولا انا هاخد القرار واقول لك الملعب البديل ليه؟ لا، قرار الامني هنا بيبقى اعتقد انا بتكلم في العلاقه اللي بين الاتحاد والانديه. لا، ما ده الاتحاد تحس ان كل بلد راجع قال لك اتكلم انت الامن، يعني قال لك هنا في المعطيات اللي عندك اللي هو في اللائحه اللي هو باعتها قال لك انت تخاطب الامن، وبعد كده قال لك ايه؟ قد يتم تغيير بعض الملاعب دون الرجوع للنادي بفتره، يعني المفروض تكتب كلمه بفتره، عشان انا كمان لو انا المسؤول عن المباراه مش في لو في جمهور مثلا هيروح او في دعوات او 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 ده في طبع، والامن بيختم على المطبوعات دي وبيدخل مع كل حاجه وبيوفر لي المكان اللي انا هروح فيه كلاعبين كخصم جاي يلعب، وكل واحد بيبقى رايح المباراه مع كل ما هو في ايده، خد بالك ان المباراه هتلعب هنا. مش هنرجع لمشكله المباراه بتاعت الفريق السنغالي اللي هو راح الملعب قال لك لا ده انا هنا، ده انا هتمرن هنا، قال له انت مش هتمرن هنا، انت ما فيش اي ما يفيد عندي. مش عايزين نوصل لدي، هي ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. اللائحه بتقول نفس المشاكل دي، تحس ان اللوائح مش منظمه، لا بالعكس اللوائح ملخبطه، كل بند عكس الثاني، وما تقدرش تمسك اللائحه بقى تعرف دلوقتي المسؤوليه على مين. هل المسؤوليه على النادي عشان ما حددش ملعب بديل زي ما اتقال في البند رقم 8، ولا هل المسؤوليه على الاتحاد انه ما اختارش النادي ان يوجد ملعب بديل، ولا هل المفروض النادي ملوش علاقه لان في بند في الخطاب بيقول ان انا لو اتغير الملعب ما ارجعش للنادي، ااجل دون الرجوع لحق النادي. بص خلينا اتفق معاك، انا هم غلطوا من الاول خالص، اول ما حصلت جواب الاتحاد الافريقي لنادي الزمالك كان لازم الاسبوع ده يحصل فيه بت من بدري، ولا تدخل الامن طرف فيه ولا تدخل اي حد طرف فيه، ده قرارك انت الاب الشرعي فيه، بتاجل الاسبوع ده، يعني هو بس بتاجل اسبوع واحد، لما كنت برضو عايز تخش في جميع الاركان لازم تبقى في احترافيه جامده قوي انك انت تخلي النادي الاهلي ما ياخدش يقول تكافؤ الفرص او موقفه او ياخد حقوقه او 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 هتلاقي كل الدنيا ممتثله. النادي الاهلي الحمد لله توب وماشي كويس جدا، مش من مصلحته انه يقعد ما يلعبش خالص، لازم يقعد يلعب، ده لازم يلعب، واللعيبه بتاعته كلها الحمد لله يعني على مستوى عالي جدا، فهل من مزيد؟ يعني انا يعني محتاج في الفتره اللي انا فيها نجم عالي وعلى طول باذن الله، انما بيدخلك في حاجات بيحرجك فيها، بيحرجك قدام جماهيرك، بيحرجك قدام نفسك، بيحرجك قدام لا انا مش فاهم حاجه حتى. طب انت ما بعتليش حتى انا اقعد اتناقش حاجه اتناقش فيها، يعني انت ما بعتليش حاجه معاك تقول لي حتى على الاقل انا وانت نقعد نتناقش فيها دلوقتي نقول لا ده نادي الاهلي ده قراره، ده هو شايف ليه نظر، ده انت ما فيش اي حاجه، انا عندي ولا عندي اسباب مبعوته ولا عندي اي حاجه، ولا بعتنا للناس كلها حاجه تثبت غير تعسف حقيقي. انا ما يعني انا مش من النادي الاهلي مثلا او من اي حته اتفرج على الموضوع كده من بره، هو في ايه؟ انت ليه بتزنق ليه بتصنع مشكله؟ ليه اللغه دي؟ اه ليه بتعمل اللغه دي؟ يعني انا مش فاهم ليه بتصنع انت مشكله؟ بعيد عن انا بعيد عن اللغه دي ومش هشاركك في اللغه دي عمري، وهطلع واقول لك انا عايز تكافؤ فور عايز حقي، ليه بتعملوا الشكل ده؟ وانتم مش في بالعكس احنا المفروض البلد كلها دلوقتي دي في ايدين بعض، ومش مباراه هي اللي ما احنا عايزين نقوم بالمنظومه ونتغاضى عن الاخطاء اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت يا كابتن شريف. انا مش عايز اقول لك لسه لو الماتش ده في افريقيا كان حد فتح بقه ولا اتلعب ولا ما اتلعبش؟ هيمشي ويتلعب خالص عادي جدا طبعا. ماتش اتلعب قبل كده اللي هو ديسايد، يعني لازم فرقه تكسب، اهلي وزمالك بجماهير والدنيا مشيت زي الفل. ده ما فيش ظروف اسهل من دلوقتي، ده ما فيش اجمل من كده، ده انت لسه في بدايه المسابقه، انت كنت يعني الدنيا مش امال عملت ايه؟ والجماهير قعدت مع بعض وخرجوا مع بعض على اذا كان على القهوه ولا في الكافتيريا ولا الدنيا ضحكت، والزمالك عمل كامباك مشرف في المباراه وربنا خلى الحكايه تعدي، شكلها حلو، شكلها حلو قوي، وكان الزمالك ممكن يتعادل وكانت الدنيا تروح بقى لضربات جزاء وما نعرفش برده الدنيا فيها ايه، وكان يبقى ماتش من ماتشات الدوري الانجليزي يعني اللي هو الفرقه اللي بتكسب 3 وترجع تتعادل 3-3 حاجات كانت شكلها حلو قوي،
دروس كانت هتبقى مستفاده، وان كان استفدنا من اللقاء ده مهم من جميع الوجوه. استفدنا من الشكل بتاع، استفادت الاجهزه الفنيه، الجماهير عرفت وضع معين، الاجهزه الفنيه نفسها شافت ان انا اقدر اعالج لو عندي كسور في اي حته ما عندي في الملعب او في خطوط او حتى لو انا كسبانه، ده استفاد وده استفاد وكله استفاد. من حقك انك تتمنى لجماهيرك احسن حاجه، من حقك تتمنى لجماهيرك البطولات، من حقك انك تتمنى ان الناس تقف جنبك، من حقك انك لما تكسب بطوله كره اليد الجماهير تطلع لغايه المطار وتحتفل بالاولاد بشكل جميل جدا جماهير نادي الزمالك. فوجود ثلاث حراس من الامن يعني واقفين بيحتفلوا معاهم ومفيش اي حاجه والدنيا فرحانه جنب 4000 مشجع الساعه 3 4 الصبح او 5 الصبح الفجر في فين في المطار يعني حته حيويه. وقبل المباراه يعني قبل ما تاخد قرار خدت بالك انك انت تلغي، فما فيش اي علامه غير ان بلدنا زي الفل. ده حقيقي. بص يا كابتن الحمد لله يعني فاهم قصدي، فما تركوني ما تجيش تقول لي تحطني في حته كده في خانه يدك البلد واحنا في الوقت ده وما يعني. اصل الكلام ده لو موجود هيبقى في حوار بين الاطراف كلها والامور هتمشي. لكن هيبقى في كاتنج انا مش هنلعب الماتش بالظبط خلاص هيقعدوا ومحدش هيعترض على ترابيزه زي ما انا وانت قاعدين كده بالظبط كده ومحدش هيعترض لان مصلحه عشان مصر كذا مصلحه مصر ما حدش يتكلم بقى خلاص بالظبط دي مصر ساعتها بالطريقه اللي هي بتدار بيها الحكايه دي ما افتكرش انه مع... لا والنادي الاهلي لما يجي يبص في الموضوع ويناقش القضيه نفسها قبل ما يطلع بيان او المجلس يجتمع هيبحث يشوف اللائحه، لائحه المسابقات بتقول ايه، انا المسؤوليه عليا ايه، المسؤوليه على الاتحاد ايه، ويس فجاه الاقي اللائحه كلها متضاربه مع بعضها، كل بند بيقول بند عكس التاني، بند يقول ان انا كاتحاد منتظر الموافقات الامنيه عشان اعلن الملاعب فين، وبعد كده يقول لك انت كنادي لو ما عرفتش تستضيف المباراه على الملعب ده وعلى وجه السرعه حدد لي ملعب بديل وخاطب الامن وحدد لي وهات لي الجواب الامني ان انت هتلعب في المكان كذا، بعد كده يقول لك ايه اذا طلب الامن عدم اقامه المباراه انا كاتحاد الغي دون الرجوع للنادي. التضارب ده هو اللي بيعمل الازمه وهو اللي بيعمل المشكله، وفي الاخر هتلاقي الادوار متلخبطه وفي النهايه بين قوسين عشوائيه، والعشوائيه دي هو اللي النادي الاهلي وصفها في بيانه عشان ما يقررش نفس اللي حصل الموسم الماضي. هو حوار ما بين النادي الاهلي والاتحاد والمنظومه عشان المنظومه تبقى كويسه يا كابتن شريف. الاتحاد ده اللي كان هو قبلها بكام يوم قاعد معايا وبيسلمني درع الدوري يعني لو في اي حاجه في الافق كان يقدروا يقعدوا يتكلموا مع بعض ويقول له كابتن محمود خد بالك احنا يمكن يكون في اتجاه معين وكلام، فكابتن محمود كان هيبقى متفاهم للقصه كلها وكلهم كان في احتفاليه جميله جدا والناس وطلع الراجل قال كلمتين كويسين جدا كان مشهد رائع كان مشهد جميل جدا، فما كانش في اي حاجه تبين لك ان هيحصل حاجه. وبعدين مين فينا في مباراه الزمالك ما بيقولش ان الزمالك ان شاء الله هو اللي في ان شاء الله الزمالك ما هيكسب هو اللي هيبقى في مبارياته، ما جبناش سيره حتى ان ممكن يحصل اي حاجه تعكر صفو الدنيا ان احنا كل الدنيا متمنيه للزمالك ان هو يبقى هو اللي هيكسب باذن الله يعني هو الاقوى هو الاحسن هو 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 قاعدين يعني ما حدش فينا حتى بيتمنى لمصر اذا كان من مصري ولا اسماعيلي ولا الزمالك ولا الاهلي ولا الا دايما احنا في البطولات الدوليه او الشيء اللي يخص مصر كله اي حد بيمثل مصر من انديه كبيره التوفيق اللي بنتمنى له كل الخير وبنتمنى له كل التوفيق وعندنا يعني ما حصلتش يعني حتى لما تقول عكروا الصف والبتاع يقول لك اصل قال مش عارف مين بياخدوها غلط وبيفهموها غلط يمشوا شويه السوشيال ميديا، انما احنا دايما ما نقدرش احنا عندنا دستور دي ثلاث ورقات بنمشي معاهم مع بعض حافظينهم واحنا بنلعب كوره لغايه لما كبرنا لغايه لما قعدنا القعده اللي احنا قاعدينها بنتكلم مع بعض دي، فما عندناش احنا انتوا بقى بتورطونا احنا او بتورطوا النادي الاهلي او بتورطوا اي فرقه ثانيه بتطالب بحق تكافؤ الفرص. كان في الاول في مبدا احترام الانديه دي وانك انت تخليها معاك على حتى لو كونفيدنشال اقول لك على حاجه كونفيدنشال حاجه اسرار حاجه مع الامن ومع الاتحاد الكوره كويس، وفي حاجه لازم تدخل الناس معاك تقولوا 1 2 3 خلاص يعني ما حكايه هتعدي والدنيا هتعدي حتى الجماهير بتاعتك لازم تفهم وضعك شكله ايه، لما هتفضل على طول انت كده عاملها سر وبتزنق في اخر لحظه وكده ده الرياكشن اللي حصل حل بقى الموضوع ولما تيجي تحله هتبص للائحه تلاقي اللائحه ما بتحلكش الموضوع بالعكس بتعقده لك اكتر اللائحه اللي انت حطيتها كاتحاد كمان ما خرج قال لك روح
اتخطب انت مع الامن بعد كده يعني ودى نفسه بره ودخل نفسه جوه ودى نفسه بره فما انا مش عارف هيعمل ايه. ما هو لو قال لي روح خاطب الامن ما كان قال لي الكلام ده وقت ما اجل المباراه، لكن ده قالها لي بعد ما النادي الاهلي اصدر بيان. لا ولما يجي ياخد قرار عليا انا هيبقى هو الاب الشرعي بتاعي ولا هو مش هو الاب الشرعي؟ يعني لما يجي فيه اي فاولز مثلا 50,000 جنيه غرامه وبتاع هو هيطبقها؟ ده دي هتبقى بناء على لائحه ايه؟ انا مش عارف. وايقاف لاعبين 4 مباريات ولجنه المسابقات هتقف عند لاعب تصرف اي تصرف مثلا هتبقى على اي شكل؟ وهنخاطب مين؟ هنرجع بقى. لا احنا لسه داخلين في اتجاه تاني بنحاول نجيب لائحه الانضباط. يعني الحمد لله ربنا قدرنا بقى لنا شهر ونص عشان نجيب لائحه المسابقات وجت يعني الحمد لله عشان ما حدش يتكلم. احنا عايزينهم ينجحوا. ما احنا عايزين المنظومه تنجح. يعني احنا مش عايزين نقف وقفه زي دي خالص، يعني عشان الناس تفهم بس، احنا عايزين كل الناس تمشي بس ادي كل حق ذي حقه، يعني احترمني احترمك، اشتغل معايا على نجاح المنظومه كلها والمسابقه، احنا تحت امرك طيب. كل حاجه، فاحنا ما عندناش حاجه ضدك، احنا بس انت ما تحرجنيش وما تاخدش من حقوقي وتخليني انا واقف ساكت بتفرج عليك وانا ما عملتش اي حاجه. انا طلعت بيان قلت انا عايز مبدا تكافؤ الفرص، وفين الوعود اللي انتوا وعدتوها لي قبل البطوله ما بتبتدي او المسابقه تبتدي؟ وانت كنت قاعد معايا من فتره ما نويتش ليه معايا؟ على فكره ممكن في كذا 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 كانت كل حاجه هتتحل يعني وديا حتى بلاش الرسمي بقى والشكل اللي احنا بنطالب بيه ده. طيب لغه الحوار والاحترام مش عايز اقارنها بنفس الامور في اسبانيا، لكن احنا طبعا نفس الفكره، الناس هنا بتحاول تعمل مسابقه محترمه، بس الفكره كابتن شريف ان الناس في اسبانيا الظرف السياسي هناك الناس كلها شايفاه، وفي مشكله في كاتالونيا في برشلونه ده من سنه فاتت، من سنه بس اليومين دول الموضوع كبير جدا ووصل لمرحله ان يبقى في صعوبه ان برشلونه يستضيف الريال يوم 26 اكتوبر. رابطه الليجا الاسبانيه حرصا حتى في بيانها الاخير حرصا على انتظام المسابقه ومش على الناديين بس الريال وبرشلونه، لا حرصا على تكافؤ الفرص مع ال 18 نادي. اه والله كده حرصا على تكافؤ الفرص مع ال 18 نادي الثاني وحرصا على قيمه المسابقه والحقوق التجاريه والتسويقيه، ان يعني المسابقه ما تخسرش. بيبصوا لكل حاجه، بيبصوا مش سايبين هفوه. مظبوط. طلبوا من الناديين ومن لجنه المسابقات ان هي تقوم بدورها والناديين يقوموا بدورهم ويتفقوا على ميعاد. برشلونه اصدر بيان، الكلام ده كان بالامس، والريال حتى رد عليه ببيان ثاني ان في اتفاق او شبه اتفاق على ميعاد يوم 18 ديسمبر. مفيش خلاف بين ريال و خالص رغم حاله الصراع الرياضي اللي بينهم. مفيش الكلام ده. بص دي مهمه قوي اللي انت قلتها دي، يعني ده ناس بتخاطب بعض وبيتكلموا مع بعض وكل حاجه لنجاح المنظومه ونجاح الدنيا، ان في زي ما انت قلت تسويق ورياضه ودوله وكل حاجه محطوطه قدام احترام المسابقه ده هيجيب فلوس. هيجيب كل حاجه، احترام المسابقه العالم كله بيتفرج عليهم كمان طبعا. مباراه احنا العالم اهلي وزمالك كله بيتفرج، كله مستني المباراه ديت. فعشان يحددوا ميعاد الناديين اقترحوا ميعاد. البارسا صاحب المباراه رفض المباراه تروح لمدريد، والريال رفض المباراه تكون عنده، يعملوا سويتش بس الميعاد ان انا اخد المباراه تنظيمها المره دي وانت تاخد المره اللي بعدها. في الاتفاق الاثنين اعترضوا على الفكره. طب الميعاد قالوا 18، رابطه لا ليجا قالت لا 18 غير مناسب. شوف بقى لغه الحوار والترابيزه والناس قاعده بتتكلم ازاي يا كابتن شريف. قالوا لا 18 غير مناسب، 18 قد يكون هناك في توقيتات مباريات كاس ملك اسبانيا. انا بقترح كرابطه لاليغا الاسبانيه ان المباراه تكون يوم 4 ديسمبر. وادى مهله للناديين لغايه يوم الاثنين الساعه 10 الصبح يحددوا الميعاد النهائي للاثنين ويتفقوا عليه. ما اتفقوش، جابوا قبل الاعياد وجابوا قبل كل حاجه عشان ما يبقاش الناس ضد الاجازات وضد طبعا. عشان هم عندهم هناك الكريسماس والنيير والحاجات دي بيبقى لهم، وبعدين بيبقى فيه كمان بيبقى فيه اجواء فيها تلج وفيها مطر وفيها الناس بتحسب كل حاجه، حاسبين كل حاجه. وادوهم مهله لغايه يوم الاثنين الساعه 10 صباحا. رابطه لا ليجا قالت اذا انتهت المهله وما تمش الاتفاق على ميعاد المباراه انا هقوم بدوري انا ولجنه المسابقات ونحدد ميعاد المباراه طبقا لمبدا تكافؤ الفرص للرابطه وللبطوله وحرصا على القيمه التسويقيه والتجاريه للبطوله نفسها في اسبانيا ومصداقيتها امام العالم. عندهم رابطه اسمها لا ليجا. لا ليجا رابطه المحترفين. خلي احنا عايزين حد بس هنا، عايزين ليجا مش عايزين لا ليجا. عايزين ليجا واحده، عايزين ليجا واحده للمحترفين، خدت بالك تمشي الدنيا كلها وتبقى عارف من اول حد. واحد اتنين ثلاثة في واحد اتنين ثلاثة دي يا جماعه قال لك ان هو ده لازم يكون كده في الميعاد ده خلاص، ما عندهمش حاجه ثانيه، ما عنديش حاجه اديها لك يعني. فكل واحد عليه ليه اللي ليه واللي عليه. عاملين لهم رابطه بتاعت محترفين، عاملين شكل تسويقي واداري يوفر، حتى ما بيشوشرش على اللعيبه خالص. يعني اللعيب ملوش دعوه، اللعيب ملوش داخل في الحكايه دي،
اللعيب اللي رايح الاجنده الدوليه واللي هو رايح يلعب في التصفيات بتاعه اوروبا ذهنه صافي من ذهنه كل الكلام ده. بيلعب مشاكل ريال مدريد مع كاتالونيا مع الدنيا دي، ما فيش الكلام ده. هو ده حقيقي. لا احنا هنا اعتقد ان احنا بندخل الدنيا كلها مع بعض في حوارات مع بعض في والرابطه قايمه بدورها. ما هو الاتحاد لو قام بدوره في الملف ده وقعد مع الناديين واتفق على ميعاد، ما هو في نقطه يا كابتن شريف كمان، هو هنا لما اجلوا المباراه في مصر حدد ميعاد بديل؟ ما عندوش ميعاد اصلا. هو قال لك ايه تاجيل المباراه؟ ما عندوش ميعاد. خلاص لما تودي بقى المباراه تاني اخر مباراتين في الدوري ونخلص. كانت لازمتها ايه القرعه؟ كان ايه لازمتها بقى ان انا العب في الاسبوع الرابع وانا مش هحقق الكلام ده؟ لو وبعدين انت لو عملت قرعه او اي حاجه كان ممكن زي ما انت كنت بتقرا لاي حاجه تدي بند كده لو في الاحداث اللي هي الاضطراريه والكلام ده يدوني حل، يخلوني انا خلاص انت دخلت تحت الوضع الاضطراري. فهنضطر معلش هنجيب مباراه مكان مباراه، هنجيب اسوان مكان المقاولين، حاجات كده يعني. فكان لازم انت برضو تبقى عندك درايه بالحكايه دي. معلش كل شكل جديد وبيبقى فيه مشاكل دي اللي بيبقى فيه مشاكل اللي يعني بتقلل من قيمه الدوري المصري بيبقى شريف. مش قله خبره يعني، بيبقى فيه حاجات اتزنقوا فيها ولازم الحل السريع ولازم الدنيا تمشي. كان برضو في صرف 3 4 ساعات كانوا يقدروا يحلوا الدنيا كلها. البيان صدر من يومين والنهارده كل الصحفيين الزملاء كانوا موجودين في الاتحاد والكل بيتوقع في ناس فاكره كان النهارده لغايه النهارده الماتش هيتلعب. كان في ناس فاكره ان الماتش هيتلعب. هم قلبوا التلفزيون الاول للزمالك والمقاولين مش لاقوا الزمالك والمقاولين لاقوا الزمالك والمقاولين ف استغربوا يعني. وفي القاهره وفي حاله امنيه مستتبه. مصر مصر بلد الامن والامانه يا كابتن شريف يعني. طيب ايه اللي ممكن يتخذ من قرارات خلال الساعات الجايه من اتحاد الكره؟ النادي الاهلي قال كلمته. الاتحاد اذا كان حريص على انتظام المسابقه كان لابد من هناك اجتماع بحث الامر يشوفوا اللائحه اللي فيها بنود متضاربه عكس بعضها، لان اكيد هم عارفين اللائحه مش هتساعدهم على ده، لان اللائحه مره مع النادي مره مع الاتحاد مره مع النادي مره مع الاتحاد، فهيجي يبص في اللائحه مش هتساعده. حلها ايه؟ هو كاتحاد يحلها ازاي؟ لان المسابقه بالنسبه له كده اصبحت على انا مش عارف هم موجودين اصلا ولا هم فين، انا ما اعرفش. انا سمعت ان استاذ عمرو الجناني سافر مثلا بره القاهره ولا رجع ولا ايه، انا ما اعرفش. يعني لازم تبقى الامور متاخده جديا اكتر من كده يعني. يعني عشان برضو ده حاجه للعامه يعني مش للجماهير كلها يعني، الجماهير كلها نفسها اهلي وزمالك يتلعب كل يوم. يعني مش ده جماهير الزمالك مشتاقه لمباراه الاهلي. ومدى الخسائر الماديه من عدم اقامه المباراه. ده كمان الرعايه والاعلانات والبث الفضائي الكل كان بينتظر المباراه في التوقيت ده. العائد كان هيبقى لو كبير. هتبقى بص يا محمد كمان ايه؟ هتبقى عاده بقى. كل ما هيجرى حاجه يقول لك اجل اعمل، ما انت اصلك اجلت قبل كده حصل ايه يعني؟ خلاص هتبقى الحكاية برضو هتدخلك في الكلام اللي انت بتتكلم عنه ده. تبقى عندك مواعيد اقامة سوبر مثلا او اي حاجة في بلد شقيقة جنبنا هتلاقيها مشكلة. طب وليش معنى انت جاي مع الاتحاد الافريقي وكل حاجة ماشية منتظمة؟ مفيش. وهو لما عملت حاجة صغيرة كده مع الاتحاد الافريقي حصل ايه؟ لجنة تحكيمية وبتاع ما بقناش عارفين مين اللي هيحصل وهيطلعوا الفرقة دي ولا هيدخلوا الفرقة دي وعودة مباراة. ده اشمعنى انت هنا ما عملتش كده؟ كان الاتحاد الافريقي عنده ترابيزه زي دي قعدوا عليها خدوا فيها قرار. انت ليه هنا ما بتاخدش القرارات دي وبتعلنها على طول؟ كل كان بيتوقع النهارده يكون في اجتماع في الاتحاد وياخدوا قرارات في الموضوع ده. ده لازم ياخدوا قرارات. الحكايه بدل ما تكبر بقى وتتوسع ويزنقك على شكل معين. لا هو قد الشكل ده ولا انا قد الشكل ده ولا حد قد الشكل ده على فكره. يعني واحنا يعني احتراما وانا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود خضير انه قال لك انا ما بتكلمش على لغه انسحاب ولا بتكلم على اي حاجه على فكره. لا 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 خالص. انا لم اتطرق الى هذا الشيء عشان ما تدخلنيش في اصل هو الاهلي كل ما يقول موقفه الناس تقول لك انسحب، الاهلي ما بينسحبش. لا اصل خلاص بقى يقول لك اصل فلان زمان قال انا اخد الفرقه واروح هناخد الفرقه وامشي وامشي بقى كله بقى قاعدين يتكلموا في التاريخ يعني. كل فرقه هتقول لك لا انا مش هلعب. كل فرقه كان لازم او لازم زي ما انت بتقول اللي من هنا لغايه 24 ساعة الموضوع ده يتحل ويتحل منهم مش هيتحل من عندي انا. عنده مساحة زمنية لحل الموضوع؟ عنده كل حاجة. عنده مساحة زمنية من النهاردة لغاية يوم 30/10 قبل التوقف؟ مش هو بس، هو وبعض القيادات يعني. لازم يكون في تعامل رسمي ودي مع النادي الأهلي وأي والجونة وكل الفرق اللي موجودة اللي هي متضررة من هذا الشكل يعني.
فلازم يكون في حل وتعدي بسلام، خد بالك، وتعدي اكتر بفوز الزمالك على الفرقه دي، وننتظم بقى يعني نمشي. يعني انا مش هتروح انت تلعب اربع خمس ماتشات في الدوري وتستناني انا وانا اقول مش هلعب الا لما تلعبني. يعني انت ما تمسكش، خد بالك، في ان انا راجل عايز حقي وكاين فرصي وانت شغال عادي. دي برضه لازم يتدخل فيها، اهو لازم الاتحاد يدخل هي دي فيه. النقطه دي النقطه دي لازم يتدخل فيها. لكن مش هتتدخل فيها تبقى مشكله مش لطيفه يعني. طيب من هنا لغايه 30 في كذا ميعاد مقترح. يمكن النهارده انا قريت كذا موقع رياضي كان بيتكلم ان في مصادر جوه الاتحاد بتقول ان في مباراه ممكن يوم 28، لان مباراه الاهلي 28 مع المصري مش هتتلعب، لان المصري عنده ماتش في الكونفدراليه في نفس اليوم. الزمالك في حال تخطيه مباراه السنغال هيكون موجود في دور المجموعات دوري ابطال افريقيا في 30/11، فعنده مساحه زمنيه بعد هذه المباراه ان ممكن تتلعب هذه المباراه. اللي الكلام ده اتكتب النهارده على المواقع ده ممكن حلول بالنسبه حلول حد في الاتحاد بيقترح حل من الحلول. هل دي وجهه نظر حل يكون من الحلول ان المباراه تتلعب مثلا يوم 28؟ هو ده الطريق اللي يمشوا فيه، ايجاد الحلول مع زي ما انت قلت قعدوا مع بعض على ترابيزه مع الوضع في الاعتبار، مع وضع في الاعتبار يعني الظروف كلها توافق. يعني مش انا هطلع اخد قرار برضو وتحطني في قرار تاني في زنقه تانية. لازم نعرف كل حاجه. النهارده الراجل مدير فني بتاع الفريق اللي هو ما لعبش متضرر، فرقه تانية بتلعب وهو ما بيلعبش وقاعد، وانا ماشي في بدايه الدوري اول ثلاث اسابيع عامل اداء ممتاز جدا، وفجاه تيجي الظروف دي تدمر لي كل الشغل اللي انا بعمله، وفجاه تلاقي نفسك انت الثالث في الجدول بدل ما انت الاول علامه كامله، فانت كمان بيفوتك حاجات. هترجع للسنه اللي فاتت يعني انك انت بقى قدامك هما سابقينك ماتشين الفرق كلها وانت لسه ليك مباراتين، وهتبرجل الدنيا كلها، بتعمل برجله، دي برجله للدنيا كلها. هو ده مبدا تكافؤ الفرص بقى. ايوه هو ده مبدا تكافؤ الفرص. يعني السنه اللي فاتت الهبوط كويس، كل كان البطوله دي كانت ممكن تتلغي. الهبوط والاستكمال بعد كاس الامم ولعبنا مشاكل غير طبيعيه. ده انت بتلعب سنه الا يوم، انت لعبت الكاس بتاع كاس الموسم الماضي بتاع 2017 2018. قلت نقطه مهمه جدا يا كابتن شيخ، تخيل انت يعني عارف ليه؟ ما هي الناس بتقول لك، في ناس قالت لك ايه، هو الاهلي اجل مبارياته في الكاس لغايه لما يعمل صفقات الموسم الجديد. هو ما يعرفش ان الكاس الاتحاد اعتبر ان الكاس موسم جديد، لان لو ما اعتمدش ان الكاس موسم جديد الكاس ما ينفعش يتلعب. ما ينفع، لان الكاس هيبقى يتلعب بثلاث فترات قد، فكان من مصلحه الانديه ان الاتحاد يعتبر الكاس موسم جديد. والشكل الافريقي ده كان هيتعمل ازاي يعني لو ما كانش، كان هيعتبروا الزمالك ايه والاسماعيلي ايه والاهلي ايه وبيراميدز ايه والمصري كان، ولا المصري هو اللي كان، كان هيعتبروهم ايه وبيلعبوا ازاي في الكونفدراليه وبيلعبوا ازاي في دوري انديه دوري الابطال والقيد وقتها كل ده كان كانت ازمات كبيره، ازمات كبيره وتعرضنا لها السنه اللي فاتت وما حدش اتكلم على فكره. وتلعب الدوري وخلص الدوري، وتلعب بعد البطوله وخلصت، ما حدش عمل اي مشاكل، وكل ساعتها قال لك كان في ايه بقى ساعتها؟ تكافؤ فرص على كل حاجه، ويمكن الاهلي كمان يعني ساهم في ان الحكايه تمشي. واحنا زي ما قلنا قبل كده وزي الكابتن محمود ما قال، هي منافسه شريفه، دي رياضه ومنافسه شريفه، دي ما فيهاش اي حاجه، امشي في السكه دي هتلاقي الدنيا حلوه قوي. كسبت مبروك، وكل الدنيا هتقول لك مبروك، واحنا اول ناس بنقول لك مبروك، مش لازم مسمى معين، اي حد في الموجود يعني رياضه موجود. خسرت هارد لك، ظبط بقى الدنيا والمره الجايه، وانا مش هبقى انا من غيرك، ولا انت هتبقى انت من غيري، ولا الحاله اللي هي في البلد دي، و اهلي وزمالك ومصري واسماعيلي وبيراميدز، شوف عامله ازاي، عملت حاله جامده وزنت لا ومش معنى ان انا دلوقتي بتكلم على اقامه المباراه ان انا واثق وانت مش واثق، او انا واثق وانت خايف. واثق من ايه؟ مش كده الكوره، مش كده. واثق من ايه؟ مش عارف. مباراه اهلي وزمالك دي مالهاش توقعات، هي الفكره في لائحه وتكافؤ فرص. مفيش توقعات في ماتش اهلي وزمالك، مفيش توقعات يعني، ولا في اي مباراه على فكره. دلوقتي الفرق كلها دلوقتي بقت طمعانه ان هي بقى لها، ما حدش بقى بيلعب ديفنس او بيلعب زون ديفنس او او او, أو. الا اللي بتبقى عنده اصابات كتير قوي، يعني بيبقى عندك اصابات ومش قادر تواكب الفرقه الجامده اللي هتلعبها، فلازم ترجع تلعب بشكل نص ملعب مزاحم شويه، انك انت ما تمكنش
الخصم ان هو يقدر يعملك حصاله بقى ويفضل يعدي عليك بجون واثنين وثلاثه، بتحاول تخلي الدنيا فاضيه الحدود يعني. وانت كمنافس ليا، ما انا ما اعرفش دلوقتي لو لعبتك النهارده مين هيكون غايب عندك، ولو لعبتك بعد بكره مين هيكون غايب عندك. وهو دلوقتي ممكن تكون الظروف احسن لك، والله اعلم بعد اربع خمس ايام الظروف ممكن ما تكونش كويسه ليك، وممكن لعيب يطرد، وممكن لعيب يطرد ما يكونش موجود الماتش الجاي، مهم جدا، ممكن لعيب يتعور، كل شيء وارد. ما حصلت السنه اللي فاتت مثلا، دي حصلت النهارده، والنهارده تعرض حتى احد لاعبي نادي الزمالك فرجاني ساسي للطرد، كل شيء وارد في الكوره. من اهم لعيبه هو طارق حامد في الفرقه، فكل حاجه موجوده، فما تقوليش انا عارف ان في حد هيكسب او التوقيت ده مناسب ليا العب ولا ما العبوش. لا، ماتش اهلي وزمالك ده انا ما اعرفوش حقيقه بالظبط يعني، ما في كنتيجه. لما انت بتتكلم على فرقه ما شاء الله معاها مدرب واقف على حيلها، بيسمعوا كلام المدرب بيحبوه، في لغه موجوده على الواقع احنا بنتفرج عليها مع ريفي فايلر، ما كل الناس قاعده بتتكلم، قالت لك لا الراجل ده جعل من اللاعبين ناس تانية، طلعوا كل اللي عندهم، ادي الحاله اللي احنا شايفينها. ده الشغل النجاح، الراجل من المهاجمة اللي تهاجمها دي كلها وما معرفوش كمان، انما الراجل اثبت ان هو لعيب كورة مش مدرب كورة بس، ده لعيب كورة وفاهم احساس اللعيب شكله ايه، عرف يطلعه، ده حقيقي، خلى اللعيب يحترمه ويحبه. دي الحالة اللي موجودة على الساحة دلوقتي، لدرجة انه طلعوا اشاعة قال لك منتخب سويسرا عايزه. خلاص بقى، يبقى الاهلي بينجم اي حد وبيوصل اي حد للعالمية يعني، ده حقيقي. يبقى هنشوف مورينيو قريب هنا في مصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب، وجوده ريني فايلر مع النادي الاهلي في الفترة الحالية ومفيش مباريات، والاهلي في بانه طبعا مفيش مباراة الجونة يوم الثلاث الجاي، ده قول فصل، موضوع منتهي لغاية 25 نوفمبر، مدة طويلة جدا يا كابتن شريف، مدة طويلة جدا. والبعض اجتهد امبارح وحاول يقول لك ايه، اصلي ده انت مريح اكتر مني، ده انت حتى مباراتك مع المصري مش هتلعبها. ما هو انا مش هلعب مع المصري مش بمزاجي، ما هو المصري عنده مشكله في تكافؤ فرص، انت هتبقى مريح معايا، مفيش تكافؤ فرص. لا، ومش انا اللي مريح بمزاجي، لا لا لو الدنيا ماشيه طبيعي انت معايا، معاك انا ما عنديش حاجه انا واخدها متميز عنك، متميز فيه. عنك بالعكس، ده انا اللي هروح العب في افريقيا، ده انا اللي هلعب مجموعه دوري مجموعات، ده انا اللي هطلع من ده انا اللي هطلع من ال 40 يوم دول وانا مريح على ماتشات افريقيا على طول. 40 يوم دول حظ بقى محمد محمود، حظ اللعيبة المصابة يا عيني، اللي هي بتقدر تلم نفسها تاني وتقدر ترجع وتنافس المنافسة الشريفة اللي احنا بنتكلم عنها بينها وبين اخواتها في الملعب، هم دول بس، دول حظ اللعيبة دي ان هي تقدر ترجع لك وتبقى جوه المنظومة. في لعيبة منهم تحت انظار المنتخب المصري اكيد، فده هيبقى حظ اللعيبة دي وحظ المنتخب المصري باللعيبة انها ترجع ال 40 يوم دول او التحضير للبطولات اللي موجودة. مظبوط، حظ حسام بدري بقى وحظ شوى غريب في الفترة اللي جاية. طيب، عدم إقامة المباراة الفترة الجاية بالنسبة للأهلي، ده ممكن يكون مدى تأثيره على اللاعبين والفريق، في ظل إن الفترة الجاية ممكن ينضم بحوالي 12-14 لاعب للمنتخبات الوطنية الفترة الجاية، سواء منتخب أول، منتخب أولمبي، وممكن حتى ساعتها علي معلول، أليو ديانج يكونوا موجودين في مالي وتونس في الفترة اللي جاية. فعدد كبير، نص الفرقة مش هتكون موجودة مثلا. ماشي، نتكلم عن علي معلول مثلا وأليو ديانج، اللي هم هيبقوا بيلعبوا موجودين في احتكاكات رسميه ودوليه يعني. بالنسبه لبقيه اللعيبه هيبقى لها هنا شكل، في نص اللعيبه ما شاء الله اكتر من نص اللعيبه موجوده في المحافل الدوليه يعني، عندك انت مع حسام ومع شوقي غريب، مفيش حد هيقعد. مجموعه بقى اللي هي بره الحكايه دي ليها اعدادات وليها اشتراكات. هقول لك على حاجه بقى، هم قاعدين دلوقتي، هم البطل، هم البطل بمعنى الحمد لله مقدين العلامه الكامله، واخدين بطوله السوبر الفتره اللي فاتت، كل واحد واقف على حيله، كل لعيب كده بتبص له تلاقيه خاسس له 2 3 كيلو، مركز تركيز شامل، فورمه صح، انك هتفكهم وترجع تلمهم تاني. اللعيب مع نفسه، انا كلعيب مع نفسي عارف ان انا لو رحت وما رجعتش، في كلنا زي بعض، في تساوي في الفرص. مظبوط، بل بالعكس، الفرصه الكويسه للي هو مش موجود، الفرصه دي ياكل فيها الحديد وياكل فيها الملعب وياكل فيها الدنيا كلها عشان يغير فكر الناس المسؤوله عنه، الجهاز الفني والاداره وكل حاجه، وخص بالشكل كام لعيب يعني موجود محتاج الحته دي، فبتبقى فيها فوائد وساعات طبعا لوقت معين بتبقى في راحت الدنيا، ريحت شويه معاك يعني، بس ده بقى هيبقى على كل يعني، مش هتلاقي ناس بتلعب هناك بس انا ماتشات لا بس انا وانت قاعد ما بتلعبش، لا بس انا مده الراحه اطول للاسف، انت كمان راجع على، مش هتقدر تريح، انت ممكن انك راجع على، وايه الازمه بقى؟
راجع بقى على ايه؟ على دي شغل جامد قوي. دي الأزمة. وشغل انت مطالب بيه السنة دي قدام الجماهير وقدام كل حد. وعامل شكل يخليك عندك مسؤولية كبيرة قوي. هنفضل ماشيين بنفس الشكل. الإدارة ماسكة اللاعبين وإدارة بتبحث على المطلب الأول اللي هو أفريقيا. يعني نظمة جماهيرية. دوري أبطال أفريقيا الأساس. واللعيبة من نفسها جواها حتى. والإدارة والدنيا كلها. وعاملين حاله للفرق كلها هدف يعني في دورين بتجيب 19 هدف في فرقتين مهما كان. مفيش حاجه اسمها اجيب 19 هدف في ماتشين يعني مفيش حاجه فرقه تكسب فرقه 11-0 في السيشل دي ولا مشيت مسكوهم كسبوهم 11-1 11-1 او حاجه زي كده. في ارقام كبيره قوي ما unforgiving يعني غير طبيعيه لا رحمه يعني فهمت ازاي ما بحدش بيرحم حد. تمام. كل ما اقدر ادوس عليك هدوس عليك وامشي. هي دي اللغه اللي بقت رفعها الانديه الكبيره بتبقى عايزه تصرف فيها. الاستفزاز اللي حصل فيهم من السنه اللي فاتت انك بتوصل مرتين للبطوله ويحصل اسباب خارجه عن ارادتك او بارادتك وبتخسر البطوله غير مقبول يعني واحنا مش متعودين على كده. فباذن الله كل التوفيق ان الراحه السلبيه اللي هتبقى موجوده تبقى راحه من الضغط العصبي من كل شيء بيودي الى اصابات او اي حاجه واللعيبه اللي هي ان شاء الله تقدر ترجع تكمل الدنيا بقى وتبقى انت عندك حريه 4-5 في وسط الملعب مش عارف تلعب مين. احنا النهارده لما ما بيلعبش اليو ديانج خدت بالك بعد ما قدم مباراه كويسه جدا الناس على طول اسئلتها جاهزه انما في غيره زيه ما اتنين تلاته الاسئله بتبقى حاضره يعني اتنين تلاته في المكان انت مش هتحس بغربه. ولو لعب اليو ديانج اقول لك طب ما تلعب حمدي فتحي ولو لعب حمدي فتحي طب فين السوليه؟ لا راح فين فلان؟ اللي كلهم زي بعض يعني ما هو ده النجاح ودي افضل حاجه حصلت في فتره الشهر ونص اللي فاتوا ان انت صدرت رساله للجمهور ان ما عنديش اساسي واحتياطي وان التيم بالكامل تيم انت متقبله كلاعيبه وامكانيات كويسه. ربنا نشرك في كل ما اتهمت بيه. انت بتقول رسائل مهمه قوي يا كابتن شريف في الحلقه. ربنا نشرك عمال تقول حاجه انت بقى تحدف عليك وانت ربنا بينصرك وانت ربنا اذا انت راجل انت واجهزتك الفنيه وكل حاجه ماشي بما يرضي الله يعني مفيش حاجه انت مفيش في ايدك حاجه تعمل انك تعمل الصح بتشتغل وبتجتهد وربنا بيكرمك ويوفقك مش هو بس هو راجل بيجي يتكلم كلمتين وجنبه بيتكلم كلمتين والدنيا ماشيه ازاي ومعنا الدستور اللي احنا ما ندورش عليه بيحاولوا يخترقونا كمان من جوه يوقعوا بينا وبين بعض من جوه وده مش هيحصل حتى لو حد شاذ ولا حد راح كده ولا حد جه كده بيرجع تاني لوحده بيرجع تاني يقعد على الدنيا يقول النادي الاهلي يعني انا ما اعرفكش ولا يعرف شريف واعرف الناس ما شاء الله شفت عامل ازاي الناس الطائر طائر ازاي في مدينه نصر مشهد حضاري غير طبيعي اللي عايز يعرف النادي الاهلي يروح يقف يبص للنسر ده كده ويتفرج عليه هيلاقي فايته كتير قوي فايته كتير قوي في ناس ممكن تكون وانا اسعد بيه اني كنت من واحد من ان النسر ده كنت بحطه على صدري او ما زلت هو بالنسبه لي الكيان الكبير يعني حسيت طبعا وانت بتلعب حاسس بقيمته بس الشوق للمكان وانك تتواجد في المكان والشعار النادي ده بتحس بقيمته اكتر واكتر وانت مبطل. بص اي حاجه موجوده دلوقتي لو كان موجود فهمته بس منه كان هيبقى حاجه ثانيه خالص. احنا كنا بنلعب عشان نرضي الاجهزه الفنيه واعضاء النادي في الاول بص وبعدين جماهير النادي الاهلي عشان اعرف امشي في وسط النادي. صباح الخير عم صبحي صباح الخير يا كابتن امبارح كنت كويس مبروك ما تعلمناش غير كلمه مبروك. هارد لاك دي كانت بتبقى نظره ما ياخدش بالي ان انا عديت إنه مش احنا. تلاقينا راجعين الماتش اللي بعده طيارات في الملعب يعني فحاجات كتير قوي اتعلمناها يعني بس زمان ودلوقتي ببقى سعيد طبعا لما بشوف التجمع هيبقى شكله عامل ازاي لما مدينه نصر بهذا الشكل يعني. حاجه غير طبيعيه. وكل الناس اللي كانوا موجودين والراحلون بنعزي نفسنا في كل حد اليومين دول
من اعضاء النادي الاهلي اللي كانوا موجودين، اسره النادي الاسره كلها اللي بنفقدهم، اللي موجودين اللي عايشين اللي بيتفانوا في حب الاهلي وكل حاجه. هو ده الكيان ودي العيله الواحده بجد. احنا شوف حتى لما بتحصل حاله وفاه قد ايه بنبقى عيله واحده، قد ايه بنبقى واقفين مع بعض وبنشوف بعض. وعايز اقول لك على حاجه، بنبقى شايفين بعض بالعينين وما بنقولش حاجه. يعني اول ما ابص كده لاي حد ببقى عارف هو عايز يقول ايه، خلاص احنا كلنا على تراك واحد. فممكن اخش ابقى انا ليا ريكويست او ليا طلب او اي حاجه والاقي اللي هيحقق لي الموضوع ده مش جاهز للمنطقه، عنده حاجات تانية اقوى، عنده حاجات ثالثه. اروح واخد بعضي وبعدين بقى يقول لي ايه في ايه، اقول له ولا حاجه، ربنا يكون في عونك يعني. وبعدين انا بنتكلم في حاجه، يمكن احنا بقى نقعد نتعشى مع بعض بعد ما بيشوف يقول لي كان فيها، اقول له 1 2 3 4 5 6 7 عايزين نتكلم في كذا، نقعد بقى نتكلم ونتعشى مع بعض. بجد هي بقت عيله واحده يعني. عيله هي عيله واحده. بقول لك من قلبي والله يعني، مش وما عادش ليه طلبات على فكره غير انه يجتهد انه يساعد في النجاح. يجتهد ان يكون اسمه موجود في اللوح اللي انت شايفها دي وفي البطولات وفي الكؤوس. يجتهد ان هو يبقى من يعني ضمن المنظومه يعني. حلو قوي، شرف لينا كلنا ان احنا حتى ما زلنا بنخدم كل منا في موقعه. يعني انت بتتكلم فالنادي هنا قاعد على وتطرقت انت في الموضوع وانا تطرقت وكله كل واحد بيروح في الحته اللي هي بتاعته اللي يقدر يؤدي فيها الحب ويخلي الناس كمان تثق. يعني في حاجات بتحصل في الوسط، في الوسط يبقى عايزين يعرفوا مننا احنا. فاحنا عشان نتكلم بلغه البيت والعيله وكلام هنبقى مزوقين الكلام وما اعرفش ايه، احنا على طول بنقول الحقيقه. ما الحقيقه لازم تبقى واضحه، احنا لازم احنا نقول الحقيقه. عشان كده يجي لك يقول لك انا بتفرج على قناه نادي الاهلي ما شاء الله فيها المزقيه وفيها بتاع، ويجي لي تليفونات بس انا عايزك تنوه بعد كده تقول كذا وكذا 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 وكذا، اصل احنا عايزينكم تقولوا مش اصل احنا بنتعرض لكذا وكذا من الجمهور، من الجماهير والناس دي كلها. بنقول لهم ما انتوا كمان عارفين كذا وكذا وكذا، فيطلعوا احنا الاثنين فاهمين الحكايه. يقول بس احنا عايزين نبقى اقوى من كده، واحنا عايزين يخشوا في ليفل. احنا بنرد بس بنرد في الملعب، لا بنرد بالورق، احنا بنرد بس احنا بنرد بالصح وبنرد بالصح الملعب وبنرد بالصح. فما فيش سبيس او مساحه. كابتن شريف احنا ممكن نقعد، اقول لك على حاجه، انا حتى يعني ساعات للاسف بشوف حاجات زي كده في اماكن تانية، ممكن نقعد ساعه نعيد ونزيد ونعيد ونزيد في الكلام، وتكافؤ فرص مش عارف فين، وكان هيلعب ماتش مش عارف امتى، ولو كان لعب الماتش ده كان كسب كان حصل ايه، وخد قراره ووافق على كده بعد كده رجع في الكلام، وهو فين القيم اصل مش عارف فين المبادئ. واحنا بنتمرن في الملعب قصه ومجهدين نفسنا هننزل الملعب، انت مطالب مني انك كل يوم توريني انت ايه الجديد عندك، ايه حتى ما بيروحوا يقعدوا يعملوا استوديوهات وكمان عايزين يجيبوا اخر فايلر. فمن ماتش كبير لماتش كبير لما يعني ما يسموش سموحه ماتش كبير يعني، ماتش الزمالك في السوبر مش ماتش كبير، ماتش الزمالك يقول لك اصل لسه فايلر، ماتش الانتاج الحربي مش ماتش كبير، انت ماتش الانتاج الحربي اللي كسبان فرقه قبلها 3-0 يعني. كابتن مختار مختار في الدوري ما بيعملش ماتشات كبيره، لا كبيرة. وما ما بيرحمكش كل السنه اللي فاتت نتيجة متعادل معاك مرتين او حاجه زي كده مثلا. ف كل ده انت بتتعرض له وانت لازم تشتغل. انا اقسم لك بالله انا ما بتفرجش على حاجه في السوشيال ميديا. يعني يقولوا لي ده قال عليك كذا وعمل عليك كذا، اقول له خيول كويس يبقى انا موجود يعني الحمد لله، بس انا ما اغلطش يعني فهمتني؟ تمام. عايزين يغلطوا عايزين يعملوا هم براحتهم. طيب بس مش هتلاقي رضا من عند ربنا ولا نجاح مع اي شذوذ في بشكل عام النص يعني. بشكل عام. طيب البعض ممكن يصف ان النادي الاهلي ما بيتكلم في اللوائح وفي القوانين وفي تكافؤ الفرص، بيقول لك اصل ده كده بيضيع العراقيل. العراقيل يبقى ده مش من النادي الاهلي، ده من ده حد هو اللي بيكمل المأكولات اللي هي بتحصل في الشوارع. النادي الاهلي ده الناس هتتجنن. ده مش عارفين يجوا لك منين. ده هم عايزينك تاخد وتدي. صعب قوي، احنا لا هناخد ولا هندي. عندنا حاجات شغالين فيها احنا مالناش دعوه. تقعد تجيب سيرتي وتعمل فيا وانا مش وانا بص وانا مش هشوفك ولا هسمعك. ومش شخص معين على فكره يعني. انت بتتكلم بشكل عام على لا ده في ناس هم اللي بيولعوا الناحيه الثانيه عشان تولع يعني، فمصلحتهم ان يبقى في حوار وانت تتفرج عليهم الحاجات اللي بتطلع فيديوهات دي وبتطلع ويعملوا لك حاجات انت غير مسؤول عنها انت نفسك وما اعرفش عشان يرضيك، وانت انت رافض تماما كل حاجه تسيء ليك او تسيء لغيرك. انت رافض تماما. افضل رد ليك انك بتنتصر وبتكسب وبتفكر في مشوارك. انت ما عندكش مشوار غير كده. انت ما
الناس عايشة للنجاح خدت بالك، وناس عايشة للأصول، وناس عايشة مش عارفة ان ممكن بكرة الصبح ما يبقوش موجودين يعني. ابقى بكلم واحد صاحبي وكمان ابص لا رسالة جاية على الفيسبوك، رسالة جاية على الفيسبوك. وامشي صح اختار عدوك فيك، احنا بقى ماشيين الظاهر صح ما عندناش اعداء على فكرة. في الاخر بيحبونا بس ايه، يحبوا يعملوا الشكل ده بس هم بيحبونا عارفين ان احنا صح. كابتن محمود الخطيب كان ليه كلمه مهمه جدا اتقالت في حفل تسليم درع الدوري، قال لك النادي الاهلي دايما بيشتغل عشان ينجح، والبعض بيحاول ان هو يشتغل عشان يعمل لك ازمات او يفشلك، لكن هو ما بيفكرش ازاي هو ينجح. اعتقد كلمه السر في نجاح النادي الاهلي ان هو مركز في طريقه وعارف هو عايز ايه، سواء في المشوار المحلي، في المشوار الافريقي، في تجهيز فريق الكوره، في البنيه التحتيه والانشائيه جوه النادي الاهلي. وضع مختلف يا كابتن، مجهود كبير قوي، مجهود كبير جدا يعني. المجهود الكبير ده انت حتى بتلمسه في النادي كل يوم انت موجود. طبعا شوف احنا على 3 4 انديه خدت بالك، بالك بمصر بقى الرئيس بقى ماسك كل حاجه دي، اسكندريه محافظات والدنيا وناس بتهاجم عليه من الناحيه دي. احنا الدنيا فتره كده يعني هتبقى. واحلى كلمه قالها كابتن محمود اللي هي المنافسه الشريفه يعني. المنافسه الشريفه بتاعت بتصلوا كده، خدت الكلمه دي وقلت الكلمه دي حلوه يعني بيني وبين نفسي، المنافسه الشريفه. انت وريني امكانياتك في الملعب، انزل كل الملعب وكل خلي الناس تهتف لك صح يعني. وبعدين مش انت مش عارف تمسك عليها حاجه، لان عمرك ما هتقدر تمسك عليها حاجه، وخاصه الكابتن محمود الخطيب يعني. لو جبت سيرته من هو لعيب امسك عليه حاجه، تاريخ ورمز الناس، مش هتعرف تمسك عليه حاجه. فكرة. انا كنت تقدر تمسك عليا ان انا مشاغب في الملعب وبجري واطلع واعترض ومش عارف ايه، اسلوب لعبي كده، طريقتي كده، بلعب في كل حته في الملعب، لازم هتعرض لده وده مثلا يعني. انما كابتن محمود خطيب معروف، كابتن حسن شحاته رمز كبير كلنا بنحبه، لما نتكلم عن كابتن بنحبه وبنقدره قد ايه الملعب بص عامل ازاي، وكان ايه واحسن لعيب في اسيا و ودنيا ودي، وبعدين يجي يمسك المنتخب فياخد 3 بطولات افريقيا، يبقى الراجل ده كويس ولا مش كويس؟ صح. اما السما مش هتشوف في رموز، الرموز انت دي تلمعها وتتكلم عنها كويس، وادام انت عشت معاهم وجات لك مش عايز اطول عليك، ان الفرصه انك انت تبقى معاهم وتعيش معاهم وتشوف النادي دي، حتى لما تيجي تتكلم عنهم تقول الحقيقه. هو من حقهم علينا ومن حقنا على الناس ان احنا نبلغهم. كان في عظماء في البلد دي من الرياضيين، المفروض احنا كلنا نكمل المسيره معاهم باذن الله. كابتن شريف انا بشكرك، والوقت جري بسرعه، كنا نتمنى بالتاكيد نقعد اكتر من كده ونتكلم في تفاصيل كمان اكتر من كده، عندنا مشوار افريقيا ومجموعه افريقيا والفتره الجايه هنشوف الساعات الجايه ايه اللي هيحصل فيها، لكن للاسف بقى الوقت كان ضيق جدا، وقدر الامكان حاولنا بس نقدم للمشاهد فكره عن الاحداث الحاليه، وجهات نظرك بالتاكيد كانت مفيدة جدا بالنسبة للمشاهد الأهلاوي وحتى للمشاهد بشكل عام. لا أنا بقول لك إن شاء الله كل التوفيق، نزل النادي الأهلي ما تخافش يعني، النادي الأهلي بيمشي في الصحة على طول بإذن الله، وكل الدنيا بتمشي مع النادي الأهلي، أنا عارف إن النادي الأهلي ما بيغلطش يعني الحمد لله. نورت الدنيا وشرفتني. أشكرك. شكرا جزيلا كابتن شريف. شكرا جزيلا. فقرة كانت مهمة جدا مع الكابتن شريف عبد المنعم، يمكن تطرقنا لأمور مهمة جدا بالنسبة للموسم الجديد اللي بدأ، وإحنا دلوقتي المفروض داخلين في الأسبوع الخامس، أو النهاردة اتلعب مباراة من الأسبوع الخامس في الأسبوع الرابع، لكن بشكل عام عرضنا جزء من بنود لائحة المسابقات للموسم الجديد 2019-2020، وشفتوا كمية العراقيل والمغالطات ما بين بند وآخر في المسؤولية، مين المسؤول عن تنظيم المباراة، مين المسؤول عن الحصول على الموافقات الأمنية في حال تأجيل مباراة، مين المسؤول عن تجهيز ملعب بديل، وهل الاتحاد يخطر النادي بتأجيل المباراة ولا يختاروا بتحديد ملعب بديل. أمور كتيرة جدا، لكن في النهاية النادي الاهلي لما بيصدر بيان او لما بياخد قرار، بياخد قرار بناء على رؤيه فنيه ورؤيه اداريه، بناء على لائحه بيمشي عليها على مدار موسم كامل، وعارف ازاي يقدر بيتكلم في حقوقه دون ان يطلب حقوق ليست من حقوقه. والنادي الاهلي بيتكلم دايما في مبدا تكافؤ الفرص، ما بيتكلمش في ان هو عايز ياخد حق مش من حقه، بالعكس النادي الاهلي حريص على ان المسابقه تكون مسابقه منتظمه. والمثل اللي موجود في اسبانيا اكبر دليل على ان النادي الاهلي فعلا لما بيتكلم بيتكلم صح، لانه هدفه في النهايه المسابقه دي ازاي تنجح، ومش هيحس بقيمه المسابقه او مش هيحس بقيمه البطوله الا اللي فايز بيها عدد مرات كتير وعارف قيمه البطوله، عارف العائدات اللي بتيجي من ورا بطوله الدوري العام.
فالبطوله بقيمتها بعظمتها ما يحسش بها الا اللي تعب وشقي فيها على مدار سنين طويله جدا، وعارف ازاي بطوله زي دي لازم كلنا نشتغل عشان نعليها ونكبرها، والمواقف اللي زي دي للاسف ممكن تخسرها مبالغ ماليه كبيره جدا. فنتمنى الفتره الجايه انه يكون في قرار سريع من الاتحاد لاعاده هيكله الامور، وازاي اعاده تغيير الموعد وإعادة الأحداث بالنسبة للدوري في المرحلة الجاية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، ونلتقي على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.